احنا خايفين شوي من الذكاء الاصطناعي؟ انا ما اظن خوف، اظن انه محاوله استخدام الذكاء الاصطناعي بالنموذج الحالي، هذا خطا. يعني لازم تحاول تغير النموذج، كيف النموذج يكون مختلف. يعني تراجع. انت بخبرتك، انت ايش الشكل المثالي اللي المفروض نروح له؟ انت قلت مستشفى الصحه الافتراضي الان يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل جيد، وانا زرتهم الحقيقه تجربه واحده. الكلام على الابعد، انا ودي اتخيل شكل الخدمه الرقميه كيف حتتغير مع الذكاء الاصطناعي بعد 5 سنين. افتح لي 20 35، كيف حنصير؟ طبعا يعني هي الحقيقة الذكاء الاصطناعي قد لا يكون فقط على الخدمات، على الخدمات الرقمية، يعني قد يكون على نماذج الأعمال الداخلية. يعني مثلا في العمليات الجراحية، داخل الجلسة القضائية، داخل الفصل الدراسي. الجلسة القضائية شو بيصير مثلا؟ يعني صعب الحقيقة التنبؤ، ولكن ممكن أنه في كثير من المداولات اللي اليوم تصير بشكل يعني بشكل فيزيائي ممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. ممكن يصير القاضي طبعا آلي. أنا ما ودي إلغاء القاضي، أنا بالنهاية هذا اللي فهمته منك، لمح لها. أنا يعني يمكن فني بس نقول هذا متاح. أنا بالمناسبة هذا نفس الحالة الخاصة في الأشعة في وزارة الصحة، أنا كان عندي نفس السؤال. متى ما يحتاج الطبيب أنه يقرأ الأشعة؟ خلاص أنت عندك نموذج ذكاء اصطناعي، هو يقرأ الأشعة ويطلع لك الوصفة، يسوي لك البريسكريبشن. متى نقول والله خلاص ما يحتاج طبيب يراجع البريسكريبشن؟ هذا دور الطبيب، الطبيب هو اللي يقرر والقاضي هو اللي يقرر، لكن احنا فنيين، احنا تقنيين، احنا نقدم الخدمة، ولكن نقول نحتاج شجاعة، نحتاج عدم تردد للاستفادة من هذه التقنية الكبيرة. من القصص الغريبة اللي لفتت نظري في المستشفى الافتراضي، يقولون في واحد في منطقة طرفية صار عليه حادث، سووا له أشعة وكذا، ويسيبون يستشيرون المستشفى الافتراضي لأن إمكانيات المنطقة الطرفية ذيك محدودة الطبية. فأرسلوا الأشعة للمستشفى الافتراضي، اكتشفوا المستشفى الافتراضي أن هذا الشخص المصاب في حادث في ورم في الكبد بدري ما يحس فيه، فصارت خيرة له أنه يلحق علاج هذا المرض، ويعني ويشوفي منه بشكل مبكر. شوف الله ما يقدر شر ما. احنا فخورين جدا الحقيقه بالعمل في وزاره الصحه، ومن ضمنها المستشفى الافتراضي. انا خليني اعطيك بعض الارقام ابو ليان عن المستشفى الافتراضي. اليوم ما يعني ما يزيد عن 40% من الخدمات الصحيه الاستشاريه تقدم بشكل افتراضي من خلال الزملاء في وزاره الصحه، وهذا يساعدنا بشكل كبير بزياده الانتاجيه وتحقيق الكفاءه. اليوم عمليات القلب المفتوح يمكن اجروا ما يصل الى 18 او اكثر من عمليات القلب المفتوح، وبالتالي انت ما تحتاج تجيب المريض من مدينه بعيده، تجيبه مثلا الى الرياض. شلون يعالجونه عن بعد؟ يعالجونه عن بعد، يكون الجراح موجود في المستشفى في تلك المدينه، ويكون الاستشاري موجود هنا، ومن خلال استخدام اللي هو الواقع المعزز. الواقع المعزز يساعد بشكل كبير يعني الحصول على الخدمه بشكل كامل. وايضا خلني اتكلم عن نموذج جدا متميز في القطاع الصحي، زملاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. نجاحات الحقيقه كبيره جدا. في خبر اخير، استضاف عمليه الروبوت. صحيح، استضاف سيدي اول عمليه قلب مفتوح باستخدام الروبوت، والحقيقه انجاز نفتخر فيه ويستاهل. ايش ميزه الانجاز ذا؟ يعني الانجاز في الاثر، انجاز في القيمه. ويعني خلينا ناخذ بعض المقارنات، يعني اليوم لو تسويها بشكل من خلال الروبوت ولا تسويها من خلال بشكل عادي من خلال الجراحه العاديه. طبعا مدة التنويم بالطريقة التقليدية تاخذ تقريبا حوالي 64 يوم، بس استخدام الروبوت تاخذ 14 يوم فقط. لما تشوف ايضا مدة اجراء العملية، مدة اجراء العملية بالطريقة التقليدية تاخذ 6 ساعات، بينما باستخدام الروبوت ما تاخذ تقريبا الا 2.5 ساعات، ولاحظ الفرق اللي يعني يمكن يصل الى 58%. مدة التنويم في الاي سي يو في العناية المركزة بالطريقة التقليدية 42 يوم، ولكن باستخدام الروبوت يعني اليوم 4 أيام فقط. وليس ذلك فقط، حتى الفتحة أثناء العملية بالطريقة التقليدية يمكنها تصل 25 سنتي، وباستخدام الروبوت الفتحة فقط تكون 6 سنتي. في اليوم احنا نقول استخدام التقنية هو بدون أدنى شك لتحقيق قيمة وأثر، وهذا الأبطال الحقيقة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، هذا نموذج ناجح جدا باستخدام الروبوت. وأيضا يستخدمون الطباعة 3D printing، الطباعة ثلاثية الأبعاد، ساعدتهم بتخفيض مدة العمليات الجراحية ب 30%. يعني مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أيضا نموذج رائد، والحقيقة يمكن يستحقون حلقة خاصة
حتى يعني توضح نجاحاته. احنا استضفنا سابقا دكتور ماجد الفياض، كانت حلقة جميلة يعني، كانت في الليوان.